الدكتور، واليوم المهمة كلمات جدا مفيدة، وبس انتم كلكم تعرفوها، شغلات النت على الكمبيوتر على الاشياء الحديثة تعرفوها بعد اكثر من اهلكم. الكلمات اليوم مفردات مهمة راح تفيدنا جدا بالدروس القادمة، بالاضافة الى ذلك راح يطلب منك تكتب سؤال الانشاء. سؤال الانشاء اللي هو عليه 10 درجات بامتحان البكالوريا، هذا كله وين موجود؟ بلسن 4. نبدأ نفتح ستوديوم بوك صفحة 44، واللي عندهم ملزمة يمشون عليها نفس الشيء صفحة 79، هنا بالشمس 79 وبالطابعي إيانها using the internet صفحة 88 إيانا الشرح مالتنا مال اليوم. شوفوا يا أمي وتبعوا زين. نجي على الكتاب، هاي الكلمات الموجودة يقول listen and point the picture، وصل اللي راح تقرأ ويا الصورة. كامتحان وزاري انت المطلوب منك غير بس التوصيل، لا فهم معنى العبارات والكلمات. Let's get started، لنبدأ. You can access the internet، تقدر تتصل بالانترنت. هي access يتوفر، توفر الانترنت او تتواصل وياها. شلون؟ بالهواء، لو اكيد يحتاج لنا لو تليفون، لو يحتاج لنا كمبيوتر، لو يحتاج لنا شنو بعد؟ ايباد، المهم جهاز يوصلني بالانترنت. اذا كمبيوتر، سمارت فون او تابلت، ماشي. هاي الصور اللي عندنا. Now let's learn some internet words، تعالوا نشوف بعض الكلمات اللي نسمعها من نحكي عن موضوع الانترنت. هاي الصورة من تطلع مثلا ويطلع لك كلمة سيرش، نبدي نقرا. First you need to go online. Go online يعني تكنك، يعني تتصل بالشبكة، يعني إذا مغيرين الباسورد تعرفه على مو تدخل للشبكة. إذا go online تكنك، تتصل بالشبكة to find the website. Go online to find the website. ليش أدخل على أكنك على مود أدخل على الموقع الداريدة؟ إذا أكو تدخل على موقع بدون نت بدون شبكة؟ لا. إذا كنك يلا تدخل على الموقع اللي تريده. احفظ وياي. Go online to find the website، الموقع اللي تريده يوان. So search on the website. Search on the website. هاي search، هاي العلامة مال السيرش. زين، you will see راح يطلع لك من تبحث الموقع بعنوان http نقطتين او https. key in، ابدي key in. key in هي حركة الضربة من تطبع، من تبدي تكتب، سواء باستخدام التليفون او على الكمبيوتر. هاي الكي ان طباعة الكتابة. تفتح الموقع address you want، key in the address you want. افتح الموقع key in، افتح sorry. اذا you will see راح تشوف هذا الموقع بالموضوع اللي ده تبحث عنه. key in the address you want، اتذكروا key in the address you want. key in the address you want، اكتب بايدك العنوان اللي ده تريده راح يطلع لك. then press log in. log in هاي العلامات اللي حاط لكم اياها، او enter. اذا ادخل على الموقع او press enter، اضغط على كلمة enter on your keyboard، على الكيبورد. شوي قديم الحكي، هسه كله على التليفون ده تستخدمه. اذا هاي الصورة للستودنت بوك، كمل. now the web page، فتحت الصفحة اللي تريدها will come up on your screen، ظهرت على شاشتك. زين، you can navigate. navigate هي الحركة هذه من تحرك الماوس بإيدك up أو down، لأن هي navigate وحدها معناها الملاحة، فهنا جاية كأنما أنه تتحرك up and down بالماوس أو بالسكرين، على السكرين إذا أنت touch، هسا كلها touch. إذا you can navigate، تتحرك، it's easy، سهلة. just scroll up أو down، up أو down. scroll اللي هي هنا اللي يقصد على الماوس، أنت بأصبعك على الشاشة. scroll up هاي up، down هاي down. When you find what you want، ومن تلقى اللي تريده to read or see، click on it using the mouse أو touch screen. من تلقى الموضوع اللي تريده راح تسوي touch، راح تلمسه أو بالماوس click on it. يقول من الأفعال اللي سمعتوها الـ verbs، الأفعال access اللي هنا جاية إنه نوفر، زين تتوفر. عندك أيضا go online يكنك، search يبحث، key in يطبع بإيده يكتب الكلمة، press يضغط، come up، come up أو come down طبعا، navigate اللي قلت لك هي معوم بس هي هاي الحركة،
وسكرول اب الصعود وسكرول داون نزول وكليك اون. كليك اون هي الحركه الضربه اللي نضربها على الشيء. هاي كليك لايك ذس. بريس يضغط. كم اب يعني يظهر امامك على الشاشه. نافيجيت اللي هي الحركه، حركه ملاحه بس بالانترنت ما نقصد ملاحه، الحركه الخفيفه، حركه ايدك او الماوس مالتك على الشاشه. سكرول اب حركه بالصعود وسكرول داون حركه بالنزول وكليك اون لايك ذس. هاي الكليك انه اضرب اشر على المكان اللي اريده. الناوز الاسماء اللي متعلقه بموضوع النت، ذا انترنت، كمبيوتر، سمارت فون، تليفوناتكم سمارت اللي هي التليفون اللي يمكن ان يتصل بالشبكه وتستخدم به كل شغلات الانترنت. تابلت، التابلت مثل ايباد. ذا ويب، الويب البيج الموقع. ان ادريس العنوان الشيء اللي تدور عليه. لوج ان يعني يدخل على موقع. انتر دخول ايضا. كيبورد، كيبورد لوحه المفاتيح مالت الحاسبه. ويب بيج الصفحه، صفحه بالموقع اللي تريده. سكرين الشاشه. ماوس، ماوس هاي صوره الماوس. والتش سكرين هاي الشاشه اللمس. اذا هاي المفردات اللي نبه عليها هنا بالطلاب اللي عندنا بالاكتيفيتي شغل كلش مهم اللي هو بصفحه 42 هذا. كتابكم الاكتيفيتي بوك. شوفوا وياي. ماتش وصل. سكرول اب او داون ايكون. هاي علامه اللي تتاشر انه اب او داون. يعني شنو اوصلها وين؟ اوصلها واحد اثنين ثلاثه؟ لا. سكرول اب اند داون معناها يقول ماتش ذا ايكونز وذ وات ذي مين. وصل كل ايقونه من ذني، كل مربع من ذني بمعناه. ماشي؟ فسكرول اب اند داون معناها سكرول مينز موف، تتحرك. يو كان جو اب الى الاعلى او داون تو سي وات يو ونت، تبحث تدور الشيء اللي تريده. زين هاي العلامه مال المكبره، هاي السيرش ايكون. ما معناها سيرش؟ سيرش معناها المربع الاول، سيرش مينز لوك فور سمثينج، ان تبحث عن شيء. ثلاثه كليك ايكون، كليك هاي الحركه شنو معناها؟ الكليك ايكون رقم ثلاثه. كليك از ا شورت ساوند، هذا الصوت. اون كمبيوترز كليك مينز تشوز، تختار سمثينج يو وونت تو سي او دو، يعني راح تختار واشرت عدة تريده. انترنت ايكون هاي علامه الكره الارضيه، هاي علامه النت بالحاسبه بالتليفون. اذا هنا الانترنت ايكون، ذا انترنت كونكتس تشمل، تجمع تربط. مليونز اوف كمبيوترز ملايين الكمبيوتر طبعا والتليفونات وكل الاجهزه السمارت. ذا ويب، ذا وورلد اللي هي ويب. ليش هاي جايه منين الدبليو دبليو دبليو؟ هي ذا وورلد وايد ويب، الشبكه العملاقه في العالم. World العالم، wide عريضة كبيرة تغطي كل المساحة، و web إذا World Wide Web هي شبكة اللي هي www is how you access information using the internet، هي هاي الطريقة اللي نحصل على المعلومات من خلال استخدام الإنترنت. أما بالنسبة للتاش سكرين آيكون، هاي العلامة معناها تاش سكرين. شو نقصد بالتاش سكرين؟ السمارت فونز الأجهزة الذكية and some computers اللي هو الكمبيوتر اللي على اللمس، لابتوب، الايبادات مالتكم وغيرها have touch screen بها شاشة لمس. You don't need a mouse، ما تحتاج إلى الماوس. إذا عندك شاشة لمس بعد شو تسوي بالماوس؟ وإذا touch screen التمرين مهم جدا للامتحان، والأهم منه تمرين بي يجيكم وصل، كلش كلش مهم. أو يطلب منكم الفعل تكتبوه على الغيب، تحفظون إملاء الفعل الملائم للعبارة. يعني go online يعني كأنك معناها to find a website. العفو، go online شنو go online؟ ليش انت تكنك؟ لان انت اصلا دا تدور فد موقع تدخل بي، اذا دا محتاج تستخدم الانترنت، فشو تسوي؟ تكنك. اذا go online معناها to find، تكملها go online وين تكمل؟ تكمل to find a website، كأنك على متجد الموقع اللي تريده. go online to find a website، go online to find a website، وصل تجيكم ترى. سيرش يبحث، وين اوصلها؟ سيرش نمبر 2 اللي هي تو ذا ويب، سيرش ذا ويب ابحث بالشبكه، سيرش ذا ويب. جو اون لاين تو فايند ا ويب سايت، اذا كانك على متاح تصل تجد الموقع اللي تريده، تدور على معلومات انت. سيرش بحث، ذا ويب تبحث بالشبكه. كي ان، كي ان ذا ادريس يو وونت، اكتب العنوان اللي تريده
key in the address you want. Number four, press أول وحدة. Enter on your keyboard. Press, دوس على enter. كلمة enter on your keyboard على الحاسبة بالمفاتيح مال الحاسبة. When enter, press on enter. Press enter on your key on your keyboard. Number five, navigate. وين أوصلها؟ Navigate the web page, الصفحة, by scrolling up أو down. تحرك إذا تصعد تنزل، مهم تدور الموقع اللي تريده. وكليك، هاي الكليك اللي هي رقم ستة، using your mouse. بيش أنا كليك using the mouse. طلاب، المفردات هذه راح تفيدكم ولازم تكونون حافظيها قبل ما نوصل لدرس جديد بقطعة الدراسة اللي تجي عليها أسئلة وأجوبة بالامتحان مال البكالوريا. لذلك هاي الكلمات جدا مهم أن تكونون حافظيها وفاهمين معناها، وأنتم بالنسبة لكم ماكو شيء جديد بهاي الكلمات. لكن وصلنا إلى طريقة كتابة الإنشاء. Read about how to write an email. اقرأ شلون نكتب الإيميل، وبعدين write your own email to a friend. إذا عنوان الإنشاء write an email to a friend. هذا إنشاء unit 2. Write an email to a friend. يقول لك اكتب إيميل لصديقة. نعطيك المراحل اللي تسويها على مود تكتب الإيميل. أنا نزلت لك إياها محلولة مباشرة هنا. شوفوا طلابنا هم. بالنسبة للإيميل كتابته أكو بي نظام تنتبه عليه. وهذا القلم. أول شيء راح تكتب تو فلان المن كاتب الرسالة. أنت راح تكتب تو أحمد، تو سغا، تو زيد، تو ليلى، تو سالي، كيفك. سبجكت موضوع اللي ده تكتب عليه الرسالة، هذا إذا ذكرته وإذا ما ذكرته ما تتحاسب عليه. تو مثلا ماي سكول داي، ده أحكي عن يومي بالمدرسة اليوم. ده أحكي لصديقي أحمد ايش صار. لما تكتب اسم الشخص تعطيه إيميل. الإيميل اللي راح ترسل عليه الرسالة، لأن إحنا ده نكتب إيميل. ما دا نكتب لتر. الايميل يعني راح نرسلها باستخدام الانترنت، فلازم اكو عنوان بريدي، ايميل بريد الكتروني يعني. دير احمد فارزه، هاي فارزه اذا نسيتها تتنقص. واسم الشخص اللي دز الرساله لازم يكون يبدا بحرف كبير، وتقدر تقول دير وتقدر تقول هاي براحتك. اذا قلت هاي احمد حط هيك، دير احمد حط هيك براحتك. زين نبدأ بالمقطع الأول. How are you today؟ شلونك اليوم؟ طبعاً how are you علامة السؤال. لا تنسون كل جملة بالإنشاء تبدأ بحرف كبير. كل اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم مكان علم يكتب بحرف كبير. إذا how are you today علامة السؤال، وبعد علامة السؤال دائماً تجي جملة جديدة، فأقول how are you today my capital. My brother said، أخويا قال، you don't feel well، إنك لست بصحة جيدة. نقطة. وبعد النقطة حرف كبير. Did you go to school yesterday؟ رحت المدرسة البارحة؟ ولا يقولون مريض، فده يحكي ليش سووا بالمدرسة. مقطع جديد، تترك سطر وتبدي مقطع جديد. At school، بدينا مقطع جديد، أول حرف بالجملة كابيتال. At school in my class we looked، في مدرستي في الصف، we looked at using the internet، كنا ندرس إنه شلون نستخدم الإنترنت. It was نقطة، إيش إجل حرف كبير. It was very interesting، كان الشيء ممتع. شلون تعلمنا نستخدم النت على نقطة. ورا النقطة حرف كبير. We looked at how to write an email، وعلمونا شلون نكتب إيميل. My teacher نقطة. My teacher حرف كبير. My teacher said، أستاذي قال، that we should write، لازم نكتب an email for homework، كواجب بيتي. فارزة سو ما باع ورا الفوارز ما نحط حروف كبيرة. So this is my homework نقطة. ختمت غير أقول باي باي. أكو عبارة ختام، لو تكتبون see you soon، bye for now، best wishes أفضل تمنياتي. أنا كتبت لكم best wishes، يعني صدق يستاهل اللي نسى يكتب best wishes 8/10 حتى لو إنشاءه كله صح. وآخر شيء ينقص عليه درجة إذا ما كتب اسم المرسل. من تكمل رسالة لازم تكتب اسم الشخص اللي كتبها. Best wishes اسمك. شنو اسمك؟ اسمك علي، اسمك حسن، اسمك أحمد. خلاص أنا كتبت هاي خلاص. ها؟ تمام؟ إذا هذا الإنشاء المطلوب للامتحان الوزاري، وإن شاء الله نكمل بدرس آخر. بس ديروا بالكم ضروري قبل ما نبدي نكمل درس جديد تراجعوا معاني كلمات مالت الإنترنت والأفعال اللي بها والتوصيل.
تحفظون أسئلة التوصيل، تحفظوها كجمل لأن راح تحتاجوها بدروس قادمة. يلا thank you.